في هذه الليلة المباركة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في الحقيقة هذا اللقاء مفتوح، أثرت أن يكون مفتوحا كل مساء اثنين من أجل الاستفادة والتدارس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والغداة هي الصباح والعشي هو المساء، ويدعون ربهم أن يعبدون ربهم ويذكرون ربهم عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فتغشاهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله تعالى في من عنده. فينبغي المسلم أن يحرص على مجالس العلم والذكر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وطلب العلم من ذكر الله عز وجل، تدارس العلم، تدارس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ذكر الله تعالى. بل إن عموم العبادات تعتبر من ذكر الله. الدليل قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي من أعرض عن عبادتي، من أعرض عن عبادتي فإن له معيشة ضيقة. وهذا الضنك معناه الضنك، معناه الضيق. نعم، ما أحس بسعادة لحظية، سعادة مؤقتة، إلا أنه في الحقيقة يشعر بالألم والحزن من الداخل، والهم والغم، والهم والغم. لماذا؟ لأن النفس مفطورة على محبة خالقها، فاطرها سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فتشتاق إلى الله عز وجل. هذه النفس التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبصر فيها وأن نتعلم ما فيها من العجائب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيها فراغ. هذا الفراغ لا يمكن أن تملأه بالمال ولا أن تملأه بأي شيء من الدنيا، لا يمكن لهذا الفراغ أن يمتلئ إلا بطاعة الله عز وجل والإقبال عليه. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة الإيمان، هي جنة الإيمان. ويقول رحمه الله: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، أين ذهبت فهي معي، أنا سجني خلوة، يعني خلوة بالله عز وجل، ونفي يعني عن بلدي سياحة، وقتلي شهادة. لاحظ كيف الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإمام أحمد الحنبل رحمه الله كان يحب الخلوة كثيرا، ولا يجلس إلا في مجالس العلم، فلا تذكر الدنيا في مجلسه إطلاقا. فكان يقول لما قيل له: ما تشتهي يا أبا عبد الله؟ قال: أشتهي شيئا لا يكون في الدنيا. قالوا: ما هو؟ قال: أشتهي مكانا ليس فيه أحد. لماذا؟ لأن القلب امتلأ بخشية الله، بمحبة الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، فيشتاق لله عز وجل ويأنس بذكر الله. ويطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لاحظ كثيرا من الناس لا يمكن، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، تقهرون ودهريكم لازم تقهرون، لكن كلوا من التمر ولا تقدعوا، لأن القدع كما ذكر ابن منظور في لسان العرب هو الكف والترك. فلو قلت اقدع يعني لا تأكل، كف وترك، وهذه مشكلة. نعم، لا، نحن في لغتنا الدارجة العامية هنا اقدع، دائما نقول اقدع، معناها كل، لكن في اللغة العربية الفصيحة معناها كف وترك، وهذه مشكلة.
ولذلك أقول هذه النفس ينبغي أن تملأ دائما بطاعة الله عز وجل. كثير من الناس الآن لا يمكن أن تحبسه عن الناس، لو حبسته عن الناس ربما أصابه ما أصابه من الهم والغم والنكد والحزن. طيب لماذا؟ لأنه لم يعتد أن يجلس مع نفسه ويذكر الله تعالى، لم يعتد أنه يستأنس بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب لم يعتد أنه يكثر من ذكر الله، لم يعتد أنه يكثر من الصلاة، صلاة النوافل في غير أوقات النهي إلى غير ذلك. فينبغي يا إخوة أن نراجع أنفسنا، ما هو أو ما مقدار أنسنا بربنا عز وجل خاصة في أوقات الخلوات. طيب لا بد الإنسان، ولذلك قال رحمه الله لماذا لا تحرص على الخلطة، يعني تخترق مع الناس كثيرا، لماذا لا تحرص على هذا؟ قال لأني أكره الفراق. كيف يكره الفراق؟ يكره الفراق لأن اللقاء هذا لا بد أن نختلف، ولكن إذا كان اللقاء في الله عز وجل فستكون فرقة مآلها إلى الاجتماع بإذن الله عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول عليه الصلاة والسلام الرجل في رواية المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، كما عند أحمد رحمه الله وعند أبي داود في السنة، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنحرص أيها الأحبة دائما على الجلساء الصالحين الذين يذكروننا بالله عز وجل. ولذلك جاء عند الحكيم الترمذي وهو غير الإمام الترمذي في النوادر يسمونها نوادر الأصول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بأولياء الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. هل يعني هذا أن من أولياء الله أن كل ولي من أولياء الله لا بد إذا رأيناه أن نذكر الله تعالى؟ لا، قد يكون التقصير من الرائي وليس من المرئي، وهذا الله تعالى أعلم به، الله أعلم بالخفايا. ولكن قد تنظر للإنسان أنت أنه من الصالحين المتقين وقد يعلم غيرك شيئا آخر، فلا يدخل الإنسان في النيات ولا يدخل في القلوب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصيتي لنفسي وإياكم في أيام الفتن أن نلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما المخرج والمنجى بإذن الله. فقال ومنهج السلف الصالح، أقول منهج السلف الصالح هل هو بدع من المناهج أو أنه على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك التقيت كثيرا مع كثير من الإخوة في الحج في مسجد الخيف في منى، وكنت أجلس في الشارع أحيانا، وربما دعاني بعضهم فجلست معهم في مسجد الخيف، وهم يعني أقول حازوا الشهادات الكثيرة في مجالات كثيرة في القانون وفي المحاماة وفي غير ذلك، وكنا نتناقش أنا وياهم في مسائل الدين في هذا الزمن، وهم في الحقيقة على الفطرة لكنهم منصدمون في الواقع الذي نعيشه، يقول تأتي الآن فتاوى، سابقا تأتينا فتاوى، نحن نكون مثلا غالب مثلا في بلدنا يقولون على مثلا الشافعي وبعضهم على مثلا المالكية، يأتينا مثلا فتوى من مذهب الحنابلة أو مذهب الأحناف أو قول مثلا لابن تيمية أو قول لابن جرير الطبري أو سفيان الثوري أو ما أشبه ذلك، يبقى هذا نستغربه. لكن يأتي رجل الآن ويدعي أنه من العلماء ومن أهل العلم، ثم يأتي مسألة مخالفة للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المذاهب. ولذلك فقلت لهم، كان الكلام طويل جدا، جلسنا ساعات طويلة في هذا من أجل فائدة، فقلت لهم يا إخوة لا تربطوا أنفسكم بالناس،
ولا تجعل الحق منوطا برجل معين، لأن هذا الرجل لا تؤمن عليه الفتنة. ممكن هذا الرجل اليوم يصبح مؤمنا في آخر النهار، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله ثبت قلوبنا على دينه، يمسي كافرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينهم بعرض من الدنيا. ما أكثر الذين الآن يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وفي رواية بعرض من الدنيا قليل، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذه مصيبة أن الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن أهم الأشياء ومن أعظم الأسباب التي تجعل المسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا أقول كل مسلم، لكن أقول من أهم الأسباب التي تجعل بعض المسلمين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، الشهرة. البحث عن الشهرة، لا بد أن يتنازل الإنسان مقابل هذه الشهرة. ربما يتنازل بالبداية عن العبادات، بعض العبادات، ربما يتنازل عن بعض السنن، لكن في آخر الأمر ربما يتنازل عن العقيدة والأمور، يعني أصول الأمور، أصول الدين يتنازل عنها. من أجل إيش؟ من أجل الشهرة، من أجل طرق الشهرة كثيرة جدا، ومنها الإعلام المرئي. الإعلام المرئي، صلى الله لا يفتننا وإياكم أيها الإخوة، لأن الإنسان مجبول على محبة، مجبول على محبة الناس، يعني يريد أن الناس يحبوه. ما حد لو قيل لإنسان إن المجلس الفلاني فيهم أو أكثرهم يبغضونك، قال لن أذهب إليه. فهو مجبول، يريد أن يحبه الناس، يريد أن يحبه الناس. فعندما يظهر في مثل هذه القنوات أو مثل هذه الوسائل المشهورة، لابد أن يتنازل عما يعلم أنه الحق، وربما يقلب الحق، يلمس الحق بالباطل. من أجل إيش؟ من أجل ضريبة، أي ضريبة؟ ضريبة لأنك ظهرت الآن. أذكر أحد الإخوة من الأقارب كان يعمل في الرياض، وقال لإحدى القنوات طلبت مني أن أقنعك لأن تظهر. أظهرت هنا، قال في مسائل عبادات ومعاملات فقط، لا يوجد شيء آخر. فقلت سوف، فقال هذا بشرط. قال ما هو؟ قلت تأتيني بالبرنامج اليومي لهم، الجدول اليومي، الساعة كم يريدون؟ قال ساعة معينة. فقلت لا، افترض أنها الساعة الثامنة، أريد من الصباح ماذا يظهر قبلي وقبل الساعة الثامنة وبعد الساعة الثامنة. فقال لها أنا أقول لك من الآن فيها البرامج الفلاني وفلان، وفيها موسيقى وفيها نساء، وانتظر بعد ذلك يرجعون يظهرون الموسيقى والنساء الكاسيات العالية. فقلت أسأل الله الثبات. فقال نريد أن نزاحمهم. فقلت زاحمهم أنت، أما أنا لا أريد أن أزاحمهم، أنا ما أستطيع أن أزاحمهم. أنا الآن روجت لهم، أنا سويت لهم الآن دعاية، سويت لهم دعاية بهذه الطريقة. ثم يا إخواني أولا، فيحذر المسلم. وذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا من الأشياء التي ينبغي المسلم أن يستفيدها من سير الأعلام العلماء والأئمة رحمة الله عليهم جميعا، لما خرج إلى السوق واشترى شيئا من الطعام، فقام الناس يريدون أن يحملوه عنه، قال يا ويلي اشتهرت، وبكى رحمه الله، يا ويلي اشتهرت. أما الآن فالناس يتفاخرون، أنا يعرفني الناس والصغير والكبير والنساء والرجال إلى آخره. ألم تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي الرجل يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، يعني أقل من الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي ما اتبعه أحد. كم قتل بنو إسرائيل من الأنبياء قبل أن يسمعوا دعوته، بمجرد أنهم قالوا لهم نحن أنبياء قتلوهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أيضا، هؤلاء بنو إسرائيل. طيب، مع العلم أن أباءهم يعقوب وهو إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوصاهم بالإسلام، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما في من الأنبياء إلا أوصى قوما على أنه يدعوهم إلى الإسلام. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. لما تقول لبعضهم لم يقبل الله تعالى إلا الإسلام،
فيقول جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا المسلمون. سبحان الله، أنت اعترف على رب العالمين. الجنة لمن هي؟ لك ولا لفلان ولا لفلان؟ هي رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعدين يقول يا أخي أنت تكفر الناس. أقول من الذي كفرهم؟ أنا كفرتهم أو القرآن كفرهم؟ من الذي كفر اليهود والنصارى؟ فقال ما الدليل من القرآن على أن اليهود كفار والنصارى كفار؟ نسأل الله العافية والسلامة. يقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وفي بعض الألفاظ وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ تقول نحن الآن في النهار وهو يرى الشمس. يقول عطى الدليل على أننا نحن في النهار. من يقول لك أننا في النهار؟ قد نكون في آخر الليل. هذا بسيط. وإذا قال العلماء من الفاضحات تضيح الواضحات، هذا أمر فاضح، أنت وضح الواضح. طيب أعطيته بعض الأدلة على هذا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، هذا كفر النصارى وكفر اليهود. وكفرهم بآيات الله وقاتلهم الأنبياء بغير حق وغير ذلك من الآيات الكثيرة من أول القرآن إلى آخره. كم تكلم القرآن وذكر ما هو منهج اليهود والنصارى مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، كيف أنهم آذوا ربنا تبارك وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب فأقول في هذا الزمن كثرت الفتن. وأختم كلامي حتى ما أطيل، عام 1409 كنت أنا أنقل من جامعة القصيم، جامعة العلوم في القصيم، إلى الأصل جامعة العلوم في الرياض. وفقيت شيخنا رحمه الله ابن تيمين وسلمت عليه وقلت عندي سؤال، فقال أمهلني. أجاب بعض الأخوة ثم أمسك بيدي، قال ما سؤالك؟ فقلت أريد أن أنتقل من القصيم إلى الرياض للجامعة. فقال ماذا تفعلن؟ فقلت ظروف. فقال لعلها ظروف مادية تأتي عندنا ولم تتيسر بإذن الله، يعني من المساعدة رحمه الله. فلهيبته لم أستطع أن أحضر الكلام، فقلت لا ظروف أخرى وأنا عنده فعلا. فقال رحمه الله طيب ما سؤالك؟ قلت سؤالي هل الآن في أصول الدين، تخصص أصول الدين في الشريعة، تخصص أصول الدين، هل أتخصص في الرياض في السنة أو تخصص في العقيدة؟ فقال السنة تستطيع أن تحوزها إذا عرفت مفاتيحها، تحوزها بإذن الله ستحوزها إن شاء الله من الحديث، الإسناد، المتن، العلل، الرجال، الطبقات. ولكن العقيدة لا بد من التتلمذ على الأشياخ بالإضافة للكتب حتى تعرف كيف تجيب عن الشبه. أما السنة فليس فيها الحمد لله إلا الأشياء الواضحة، أما العقيدة فقد يكون فيها أشياء كثيرة من الخلافات. وربا نحن مقبلون يقول على خلل كبير عند الناس في العقيدة، والتيارات بدأت تكثر عندنا. يقول هكذا والناس مقبلون والله أعلم على فتن عظيمة، لذلك أوصيك أن تتخصص في العقيدة. هكذا قال. فكتب الله عز وجل لي أن أذهب إليهم، فقال لابد أن تعيد من البداية، لا يحصل لك ما درست. فقلت لا ورجعت، وكتب الله لي الرجوع ثم لازمته رحمه الله تعالى. هذا من فضل الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. نعم افتح المجال للأخوة. تفضل أخوتي. الشيخ على ذلك الشيخ ابن تيمية المجال مفتوح، لا لي سؤال. اللهم مفتوح المجال. قرأنا يعني الشيخ في جوجل وعلى صفحات الانترنت، والشيخ بخصوص الجمع من الصلوات في السفر، سيما إذا كان مسافر سفره طويلا سنة سنتين، مثلا إذا سافر من دراسة لبلاد ما من أجل العلاج من أجل العمل إلى غيرها من الأسباب،
فقرأنا الشيخ أنه أبدأ بجواز الجمع والقصر في المدة التي يظل المسافر فيها في غير موطنه حتى يعود. وبعض الأخوة أخذ بهذه الفتوى وقال كثير من الشباب رأيهم يجمعون أشهر، والبعضهم تنهي مع السنة كلها. وحقيقة ما كنت أدري بهذه الفتوى، فسألته فقال أنا أسير على الشيخ المعطي. السؤال الذي يطرح نفسه الشيخ، يعني فتواه أكتبها الشيخ حقيقة وهل لا زال معمول بها أم ماذا؟ هذا السؤال وهو سؤالك عن فتوى الشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين عن قصر الصلاة وعن جمعها في مدة السفر الطويلة بعد الاستقرار، مستقر ومسافر ولكنه لم يعزم على الإقامة الدائمة، لم يعزم على الإقامة الدائمة. مثلا المبتعثون طلاب يبتعثون للدراسة في بعض الدول الأخرى في دول إسلامية أو غير إسلامية، يبتعثون للدراسة فيبقون تلك الفترة يقصرون وبعضهم يقصر ويجمع هذه الفترة، وقد تكون فترة 4 سنوات أو 5 سنوات أو ما أشبه ذلك. ثم يستمر بقول الشيخ رحمه الله، الشيخ الهندي رحمه الله بالنسبة للسفر وعموم المسائل الفقهية لم يكن مقلدا وكان مجتهدا، يعني توفر فيه آلة الاجتهاد، فلا يمكن له أن يقلد، لا يمكن أن يقلد. وربما لم يستطع أن يتوصل إلى مسألة من المسائل، إلى حل مسألة من المسائل، فيقول أنا في هذه المسألة أفتي بقول شيخ ابن تيمية لأني أثق بعلمه ودينه واجتهاده مثلا. طيب، أما أنه يقلد في المسائل، يقول مثلا في مسألة القصر أو في مسألة في الصيام أو الطهارة حكى شيخنا فلان كذا ويقلده، لا، لأن التقليد وهو أخذ قول الغير من غير حجة من غير دليل هذا لا يكون إلا لغير أهل العلم، أما أهل العلم لا يقلدون، ولا يجوز التقليد إلا للضرورة، فهو بمثابة أكل الميتة. طيب، إلا من القوة يعني إليه، أما من لم يضطر فينبغي له أن يبحث ويقرأ في الأدلة ويستدل ويأخذ بقول هذا العالم لأنه معه الدليل وليس لأنه أو فلان أو فلان. هذا بالنسبة لي أصدق الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان في بداية حياته ودرست عليه كان يفتي بوجوب القصر في الصلاة، الصلاة قصر الصلاة في السفر كان يفتي بالوجوب، كان يفتي بوجوبه، ومكث قرابة 20 عام وهو يفتي بوجوبه ثم رجع عليه. لما سئل في الدرس معنا أسمع سبب الرجوع فقال لأن عثمان بن عفان أتم الصلاة في السفر في منى وأتم خلفه كبار الصحابة مثل ابن مسعود، فقيل له لابن مسعود، قال ابن مسعود إنا لله وإنا إليه راجعون، ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. طيب، فقيل له ألا تنكر عليه على عثمان؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، لا ما أنكر عليه لأن اجتهاد من عثمان. يقول لو كان القصر واجبا لبطلت الصلاة، لبطلت الصلاة، فكيف عثمان يتم الصلاة؟ عثمان أتم باجتهاد. طيب كيف كبار الصحابة يصلون خلفه لو كان القصر واجبا؟ إذا القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، لكنه لو أتم المسافر فصلاته صحيحة. انتبهت؟ طيب، هذه النقطة الثانية في الموضوع. النقطة الثالثة، هل طبعا السفر هل ينقطع بمدة معينة أو لا ينقطع؟ الجمهور يرون أنه 4 أيام، إذا عزم الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه مقيم، فإنه مقيم. أما ما 4 أيام فأقل، يعني 20 صلاة فأقل، فإنه مسافر له قصر، والجمع مسافر أخرى غير القصر، الجمع ليس مرتبطا بالقصر، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وبعض العلماء قال لا، إذا عزم الإقامة، إذا عزم الإقامة 19 يوما فإنه يقصر الصلاة، أكثر من 19 يوما لا يقصر الصلاة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح
19 يوما يقصر الصلاة. قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك 20 يوما. قالوا بعض العلماء إذا نقول 20 يوما. هذا اللي تفسر به. قال بعض العلماء ما دام أن المسألة ما فيها نص صريح لا تزيد على شيء، فإن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاة في السفر قط، سواء طال في المدة أو قصر في المدة. سفره لتبوك لم يحدد 20 يوما، ولم يقل إن زادت المدة على 20 يوما فأتموا صلاتكم، ما قال هذا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع، ما نقول لا يجوز، نقول لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما لا يجوز عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه هي نقطة مهمة. فقال بعضهم إذا نقول في هذه الحال الإنسان ما دام مسافرا يقصر الصلاة حتى يرجع. استدلوا لأن ابن عمر لما حبسه الجليد الثلج في أذربيجان قصر الصلاة 6 أشهر. ابن عمر صحابي جليل من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فكان شيخنا رحمه الله يقول إن المسافر الذي سافر من أجل حاجة ويرجع، طيب ويرجع، هذه الحاجة لا تنتهي إلا بعد مدة طويلة، لكنه لم يتخذ هذا البلد موطنا دائما، فإن له قصر، لاحظ له قصر. سألته بعد ذلك رحمه الله وقلت له نحن الآن طلاب الجامعة، نقصر الصلاة. فقال تسمعون الأذان؟ قلت نعم نسمع الأذان ونحن ساكنين في البلد. قال يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة 4. هذا سؤالي أنا مباشرة ليس بواسطة. قال يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة صلاة تامة. قلت السنن؟ قال السنن سنة الظهر والمغرب والعشاء لا تؤثرنا، أما سنة الفجر الضحى قيام الليل النفل المطلق في غير وقت النهي لا بأس عليكم به، بل مشروع في حقه. ركز معي. قلت طيب، نفترض الآن أحد ما فاتته الصلاة لعذر، قال فاتته الصلاة يصلي الصلاة قصرا، اتفقتك مثلا أو لا؟ بالنسبة لما يتناقلونها الآن الناس عن الشيخ هذا يعني أكثره تلبيس. هو الآن يقول ما دمتم في بلد يجب عليكم أن تؤدوا الصلاة مع جماعة، ماذا تقول جماعة بحجة القصر؟ بالنسبة للجمع شيخ رحمه الله من أشد الناس للجمع، يشدد على الجمع، يقول الجمع لا يجوز إلا للحاجة الملحة أو السفر الذي في الطريق. أما لو كان مسافر مقيما، مسافر مقيم في هذه البلد يقول لا يجمع إلا إذا احتاج إليه حاجة ملحة مثل مراجعات المستشفى، يقول لك القصر ما دمت أنت الآن لك مدة محددة وترجع، لكن الجمع لا تجمع إلا للحاجة فليس مرتبطا بالقصر. هذا يرسل الشيخ، والشيخ رحمه الله على غرار طريقة شيخ ابن تيمية، على غرار طريقة الأحناف، لاحظ حتى الحنابلة يسهلون في الجمع، شيخ ابن لا يشدد في الجمع، الحنابلة يرخصون في الجمع كثيرا، الحنابلة شيخ رحمه الله مع العلم على أصول الحنابلة لكن يخالف أقوالهم كثيرة. فمثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام شيخ رحمه الله يوجبها في الصلاة الجهرية، هو مذهب الشافعي فقط، مذهب الشافعي في المذهب الجديد في مصر. أما لما كان الشافعي إلى مذهب في العراق فإنه يوافق الجمهور، يوافق الأحناف والمالكية والحنابلة وجمهور الصحابة والتابعين يوافقهم على وجوب الإنصات للإمام. فلما رجع الشافعي إلى مصر غير قوله، رجع إلى قول آخر وهو وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. شيخنا يفتي بقول الشافعي هذا فقط، يفتي به ويجهر به ويشدد به أيضا. طيب، طبعا لا يغلل المخالفين رحمه الله، لكن أقول يقول الدليل مع هؤلاء، والمسألة فيها أخذ ورد من أهل العلم. طيب، يخالف حتى شيخنا ابن سعدي رحمه الله الذي يقول بوجوب الإنصات وقراءة الإمام تكفي، يوافق شيخه ابن باز في هذه المسألة، أن الشيخ ابن باز يرى وجوب القراءة خلف الإمام. المسألة فيها اجتهاد يعني والحمد لله، ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف.
فالشيخ رحمه الله لا يرخص في مسألة الجمع ولا يرخص في ترك الجمعة أيضا. نعم في السفر الذي يكون الإنسان في بلد هو يفرق على الطريق يقول لا تصلي جمعة، لكن لو كنت في بلد جلست فيها مدة لابد أن تصلي جمعة وجماعة يجب عليك. لو فاتتك الصلاة الرباعية فإنك تقصر الصلاة. طيب طب الشيخ يصيب له استثناءات من هذه القاعدة، يقول الذي ذهب إلى عمل وهذا العمل قابل للتجديد يقول هذا لا يدخل في المسافر، وضرب مثال يقول العمال مثلا العام يقول ذهب للعمل ما نحط في بالي أي سنة أرجع، متى ما جددوني فأنا سأبقى، مثل الأطباء الذين يكونون هنا، مثل المهندسين، مثل قال مثل السفراء سفراء بلادهم، يقول يبقى سفير إلى سنة قد تزيد إلى سنة طويلة، يقول لها لحكم مقيم ما نقول له. لكن إنسان ذهب إلى حاجة حاجته بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا، بحيث أنه لو قضى الحاجة خلال فترة وجيزة رجع مباشرة يقول هذا هو المسافر. لكن يقول عن في مثال أنا سألتهم مثل هذه الأسئلة قلت طيب الآن نحن الآن 4 سنوات، قال بضرب لك الآن مثال، لو قال لكم الجامعة عندكم إجازة أسبوع هل تقول لا نحن الآن لنا بيوت واستقررت في بيوت؟ قل لا. قلت لا ما حصل هذا، نحن الآن في سكن جامعي أو مثلا بعضنا استأجر. طيب فنذهب مباشرة، قال في الإجازات، فقلت لها مباشرة، قال إلى أين؟ قلت إلى بيوتنا، قال إيه معنى ذلك أنكم ما زلتم مسافرين؟ قلت لا لا، وذلك إذا أعطونا إجازة أي يوم من أيام السنة مباشرة ذهبنا إلى أهلنا، إجازات رمضان، إجازات الحج، إجازات الربيع، غيرها من الإجازات نذهب مباشرة إلى أهلنا. فهذا ما يدل على أننا لم نعزم عن الإقامة. أنت لاحظت لك المسألة؟ نعم. يعني إذا كان واحد داخل البلد فهو لم يعزم عن الإقامة بعد. نعم. لكنه إذا خرج يعني غادر البلد فهو يعتبر مقيم، يعني فإذا كانت إقامته محدودة فيقصر الصلاة. نعم. وإذا كانت غير محددة فيها تشديد فهذا هو حكم المقيم. لا شك أنه مقيم، لكن بعضهم يقول الآن ما دام الحمد لله معي إقامة أنا معي إقامة. طيب وعلى كفارة فلان بعد ما يجلس سنوات طويلة أو من 20 سنة هذا ما يمكن يقال مسافر. طيب لماذا لو استقر الآن؟ لكن لو قال لا أنا لي حاجة، الآن جئت لتجارة، التجارة هذه إذا صرفتها في أسبوع رجعت، إذا صرفتها في شهر رجعت، إذا صرفتها في سنة رجعت مباشرة، حاط في نفسه هذا الشيء، هذا يعتبر مسافر لا شك. لكنه أيضا ما دام يسمع النداء يجب عليه أن يجيب النداء الأذان، يجب عليه ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة بحجة القصر. هذا رأي شيخنا أيضا رحمه الله. قلت له نحن طلاب الآن في الجامعة، طيب هل نقصر الصلاة؟ قال تسمعون الأذان؟ قلت نسمع الأذان وبجوار المسجدين، طيب أو المسجدان بالأحرى، فقال يجب عليكم أن تجيبوا النداء وتصلوا مع الجماعة. فبحث لك أو لا؟ نعم بس لأن الشيخ يمكن يعبرون عن نفسهم مثلا ما نوجبوا الإقامة بعد. لا فقلت نحن الآن نحن مسافرين الآن ولكن في الدراسة، هل يجوز التخلف عن جماعة؟ قال ما يجوز التخلف عن جماعة. طيب كيف أجازتها يا شيخ لمنهم في الخارج يعني؟ كيف؟ فكيف أجاز القصر؟ أجاز القصر يعني من هذا وذاك. أنا أقول لك هذا الشكاف كلها أوردتها وأوردها غيرها أيضا عن الشيخ. قلت لو كيف أجل أقصر الصلاة؟ قال لو أمنت الناس تخسر الصلاة فيه، لو أمنت الناس كنت إماما لهم تخسر الصلاة فيه. مثلا لو على سبيل المثال انت الان جئت من سفرك الان الى البلد وجدتهم قد صلوا مثلا تخسر الصلاه، لو جئت للمسجد فوجدتهم فاتتك الصلاه، بعض الاخوه كان ينام على الصلاه احيانا فيقول استيقظ يا شيخ هل اتم او اقصد؟ يقول لا اقصد. طبعا حضرتك يعني هذا اذا ما سمع النداء يعني فلا بد او مثلا عرض له عارض او ما شابه ذلك او بعضهم يتخلف احيانا متعمدا متاولا. طيب هذا مخطئ لكن مع ذلك لا يقصر الصلاه، يقصر الصلاه. نعم انت وحدك المساله. نعم جدا والله هذا السفر المسافر المقيم انا خلاص ان انا اقيم في البلد، هي مده قد ايه ان انا ابصر فيها بقى؟ انا
أنا أقيم. ما نوع الإقامة التي ستقيمها؟ إقامة عمل مثلا وتجدد سنويا. طيب هذا الآن الإجابة عليه كيف كانت قبل قليل؟ أنك حكم المقيم الآن. دلوقتي لي 4 أيام أقصى حاجة مثلا. لا ولا 4 أيام. لا ولا خرف. أنت الآن أصبحت من أهل البلد. لكن لو قلت أنا الآن تعاقدوا مثلا معي إلى يعني لا يجدد سنويا بل يعني مدة مثلا شهر أو شهرين وسأرجع. بعدين أنا مش مقيم، إن أنا على سفر وأقصر في. أحسن. ما دمت على سفر فإنك تقصر الصلاة. أما إذا ما دام أنها تجدد وأنت ما تعلم هل تجدد أو ما تجدد فأنت من أهل البلد تعتبر. حكم المقيم. من أول يوم ليس لي قصر. نعم من أول يوم. من أول يوم. نعم. وما فيش حتى موضوع الأربعة أيام. لا أربعة أيام. هل على قول بعض العلماء وكثير من الفقهاء قالوا إذا أردت أن تقيم 4 أيام فقط اقصر هذه 4 أيام ثم ارجع إلى بلدك. لكن لو نويت 5 أيام يقولون لا ما تقصر ولا يوم واحد. نعم هكذا يقول هؤلاء القائلون بأربعة أيام وإن كان معنيها دليل في الحقيقة لكن قال بها بعض الفقهاء. نعم. أنا من وياك. تشتري منزل او عقار او شيء يفرضون عليه نسبه لابويه تدفعها للدوله. نعم. فهذا ما يعتبر مضاربه يعني حرام في الاسلام يجوز. الحمد لله. السؤال هو اذا اراد ان يشتري في بلده عقارا او اشترى عقارا الزموه بان يدفع نسبه للدوله على هذا العقار نسبه سنويه او شهريه. من ثمن العقار يعني من ثمن العقار نقول مثلا يأخذون 10%. فإذا كان ثمن العقار 100,000 فإنهم يأخذون 10,000. نعم هذا هو المكس الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمكس هو الضريبة التي تؤخذ بغير وجه حق وهي محرمة بالإجماع. دليل تحريمها قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لكن هو قال لتأكلوا فريقا من أموال الناس ما قال تأكلوا أموال الناس بالإثم لأن بعضهم يتحجج يقول نحن لا نأكل كل هذه الأموال بل نعيد بعضها للمصالح العامة. غريبة هذه ما تجوز لأن بغير وجه حق ليست من الزكاة المفروضة. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي رجمت في الزنا لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله توبته. مع ذلك أن المكس الضريبة أشد من الزنا للمحسن أيضا عافانا الله وإياكم نعوذ بالله. هل للإنسان أن يبحث عن حيلة ليتخلص من الضريبة؟ له كل الحيل في غير ما حرم الله عز وجل أن يتخلص منها أو من جزء منها أو من أكثرها. نعم ما دام أنه ليس عليه ضرر في التخلص منها يجوز له التخلص منها ولا حرج عليه في هذا. نعم. كيف لا هو يقول لا هو يقول الحكومة وليست يعني التجارة والبيع. أنا فهمت منك أخي محمد نظام الدولة يفرض على المشتري أن يدفع لهم حصة من المال مقابل هذا البيت اللي اشتراه. المركات العقارية ولا الصندوق العقاري؟ صندوق ما تأخذ زيادة ما تعطيه زيادة. إيه بس لو يقرأ لك تدعو هذه عشان تكون مسؤول. طيب الصندوق العقاري الآن عندنا طريقته القرض لك 300,000 أو 500,000 سابقا 300,000 الآن 500,000 يعطون 500,000 طيب لا تزيد ترجعها 500,000 ما في زيادة. لو زادت البنك العقاري الصندوق العقاري اصبحت ربا هذه
اما الدوله علما الان ما تلزم الانسان بان ياخذ يعني يدفع ولا ينام. اذا نقصت. ها؟ اذا نقصت. كيف اذا نقصت؟ يعني يعطوه 500,000 يعطوه مثلا 480. ايش؟ 480؟ يستلم 500,000 وترجع 480. نقصت نص الصندوق هذا خير وبركه اذا نقصت. هذا بالعكس هذا. هذا نص على ذلك ابن القيم رحمه الله. يعني أي نعم ممكن هذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن يقول مثلا الإنسان علي مبلغ فأسددني وأطرح لك شيئا من المبلغ لكن أبو سفيان إيش كان عندك أنت فيه؟ أبو الأخ المقصود عنده نفس يعني ما في أبو البيت لازم تدفع السلوك 30,000 طيب فتفرق من قيمة البيت مو في زيادة صح هل يعني الآن مثلا على سبيل الفرق محمد أنت الآن أتيت إلى بيت قائم وأردت أن تشتريه فقال لك هذا الرجل أنا أبيعه ب100,000 طيب أبيعه ب100,000 وأذهب إلى يعني الجهة الحكومية وأدفع 10% من زيادة يعني ها؟ زيادة نعم زيادة بغير وجه حق هذا لا ينتفع بها الزيادة بغير وجه حق هل تخصم من المبلغ الزيادة؟ يعني اعتبر 110,000 كده البيت صار بيت 110,000 وهو في الحقيقه 100,000 100,000 دي للبائع و 10,000 للجهه الحكوميه الجهه الحكوميه ما يجوز تاخذها جهه هذه هذه سحته هذه سحته طيب بس بعد تخلص منها بغير ضرر من عليك لا حرج لا حرج عليك فيها نعم تفضل ممكن الاستنباط في الدعاء ايش؟ الاستنباط في الدعاء الاستنباط مثل دعاء سيدنا عمر قال اللهم اثبتني عندك احسن نعم وحضرتك قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان احد الصحابه يقول له اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ولا اقول ورسولك الذي ارسلت احسن طب كيف نجمع بين بارك الله فيك سؤال جيد الشق الاول من السؤال الاستنباط في الدعاء يستنبطون يقول مثلا قول عمر رضي الله عنه اللهم ان كنت كتبتني مع اهل الشقاوه فامحه واكتبني مع اهل السعاده وذلك لانه يعني يتوكل على الله عز وجل في جيب المنافع ويدفع النظر ونقول الشق الثاني من السؤال كيف نجمع بين هذا جواز الاستنباط وان الاذكار توقيفيه لذلك الصحابي اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك ووجهت مهري اليك رغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت قال الصحابي وبرسولك الذي ارسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي ارسلت فارشده الى ان اللفظ وبنبيك طيب كيف اجمع بين هذا وبين الاستنباط؟ الجواب بالنسبة للأذكار سواء كانت من القرآن أو من السنة لا يجوز الزيادة فيها لأنها توقيفية ولا النقص منها لأنها توقيفية فمثلا لو قال الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أنا سأقول وبحمده فقط نقص له يصح هذا؟ ما يصح لكن لو قال سأقول سبحان الله نقول لا أما من أذكار سبحان الله طيب كذلك صيغ الاستغفار كل ما ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن أو في السنة تقوله لكن لا تأتي بصيغة استغفار من تلقاء نفسك فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا وفي روايه 3 مرات وفي روايه بدون تحديد العدد غفر ذنوبه وان كان قد فر من الزحف وحديث صحيح وان كان قد فر من الزحف طيب وجدت احدهم يلقي كلمه في العشر الاواخر من العشر من ذي الحجه في ايام الحج في مسجد المساجد مكه يقول يا اخوان احرصوا على قول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه من كلماته. ما رأيكم؟ هذا شو سمى؟ ابتداء على سبع ليه؟ يؤلف يأتي بنص ويأتي بنص آخر تركيب ويقول قاله الدكتور الفلاني أو قاله الشيخ الفلاني أو قاله لا يقول فلان فلان. هل جاء في القرآن في السنة هذا ذكر متعبد الله به؟ ما جاء. جاء سبحان الله وبحمده عاد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وزاد كلماته. جاء سبحان الله عاد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زاد عرشه سبحان الله من كلماته. أما الصيغة تذكرها لا، بل وجدت بعضهم يقول وجدت بعضهم يقول اللهم صل وسلم على محمد عاد خلقك ورضا نفسك وزاد عرشك وكلمتك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يقول نظرا للكثرة. نقول لا لا، الدين يأتي بالنقل، تدبيره إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. ما لدى قياسات ولا قياس، هذه تعبدية. بقي عندنا مسألة الدعاء. الدعاء إن لم يكن فيه اعتداء اعتداء أو إثم ما حرج فيه، ما حرج فيه لأنه ليس تعبدية. من الأدعية تعبد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بس هذا تعبد. طيب هو دعاء وعبادة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قال أنا أقول اللهم إني أسألك برحمتك أن تهبني الجنة ترزقني الجنة، نقول جاهز بأي صيغة بأي صيغة لا بأس، حتى لو قالها بالإنجليزي ما عندنا مشكلة، واضح هذا ولا؟ لكن المصيبة كما قلت لكم قبل قليل بالاعتداء مثل كان يقول بعضهم يقول بعضهم وهذا قرأت له هذا اللهم إني أسألك أن ترزقني الشهادة بعد عمر طويل وأنا على فراشي. يا جماعة الشهادة وش الشهادة؟ الشهادة إراقة دمك في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. اللهم إني أسألك أن ترزقني الشهادة في سبيلك بعد عمر مديد وعمر طويل وأنا على فراشي. هذه هي الشهادة، شهادة الكسالى، الله يتوب علينا جميعا. طيب أما الذي يطلبها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سأل الله الشهادة بصدق لما رأى الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لكن هل تتصور الآن أن الإنسان إذا قال اللهم إني أسألك أن ترزقني الشهادة في سبيلك وأنا على فراشي أنه صادق؟ كيف يكون صادق؟ سمعتها من شيخ هذا سوء أدب مع الله يعني. فيه اعتداء فيه اعتداء نعم، وهذا ليس بشهادة، هذا ليس بشهادة نسأل الله العافية والسلامة. طيب إذا كان يوجد على فراشه لماذا يقول نسأل الله عافية والسلامة؟ لماذا يدعو نفسه بالطاعون؟ لأن الطاعون شهادة، المطعون شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرض الطاعون. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من البلاء. بعضهم استنبط يقول من قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله حيث يؤتينا الله من فضله ورسوله فيحدث رسوله. هذه بدعة ضلالة بين الطريق. لكن لو قال حسبنا الله عز وجل نسأل الله أن يؤتينا من فضله. أما في نزول الآية نزلت في حق بعض المنافقين، أما أن يقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ويكررها إن الله راضي عجيب سبحان الله، حذف الآن لفظ ورسوله. طيب يحذر من هذه الأشياء خاصة في موسم العلماء. ما الذي مرة من المرات نسب إلى شيخ المثير رحمه الله شيئا؟ نعم يقول قال الله خليك يا شيخنا، يعني شيخ المثير قال الله لا يخليني إذا خلاني من يتولاني، وانتشرت انتشار النار في هشيم. هذه كذب على الشيخ، ما قال الشيخ، ما تحققت منها بنفسك، كذب الشيخ ما قالها. لأن التخلية تأتي على عدة معاني، التخلية على عدة معاني. طيب ما تأتي على معنى واحد، أحيانا تقول مثلا أنا خللت لك الكتاب، يعني أبقيت لك الكتاب، أبقيت لك الكتاب، فقلت رب خلي لي أب، يعني أبقى لي أبي مثلا أو أمي أو ما أشبه ذلك. فقل ينسب لكثير من العلماء، ينسب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجيز للإنسان أن يتزوج ابنته من الزنا. هذا نسبه بعض الشافعية لإمام الشافعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كذب على الشافعي.
وما قاله الإمام الشافعي، والإمام الشافعي أجل من أنه يفتي بهذا. إنسان يزمد امرأة ثم تلد ويقول له يتزوج ابنتها، يقول هذا كذب على الشافعي. والذي يقول هذا الكلام يقول ما عرف الشافعي رحمه الله. هل انتبهتم يا اخواني او لا؟ فينتبه لمثل هذه المسائل العزو، واذا صادهم يعزو للسلف الصالح اشياء عجيبه جدا الا انها جميله. اما الانسان المرتبط بقران السنه فسيطمئن، والى الصحيح سيطمئن. يعني بعضهم مثلا يقول انه كان متزوج امراه وأربعين سنة هو صايم من مثل العلم. كيف تعني يعني بالعقل يا أخوان؟ أربعين سنة يصوم إنسان وهو عند زوجته هذا العلم؟ يعني أربعين سنة يعني ما طعم معها ولا شيء؟ هذا من مثل العلم يا أخوان، هذا ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام أربعين سنة بين الطريق ويترك أزواجه، بل كان يسأل هل عندكم طعام؟ فيقول لا. يقول إني إذا صائم صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر الهدي. لا تربطنا بأشياء مجهولة ومن باب المبالغات، هذا ليس هذا ليس. بعضهم يقول انه فقد عينه يعني البصر من كثرة البكاء على أساد زوجته لسنوات طويلة، وزوجته لم تعلم بهذا، لم تعلم بالدموع على عين أساده ولم تعلم بفقد البصر. يا اخوان قليلا من التريث، لا تربطوا في اشياء لا اساس لها لا في الكتاب ولا في السنه. بعضهم يظن ان الزهد انك لا تاكل ولا تشرب. يقول الشيخ الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، امام كما قال الشافعي في عده اشياء، يعني امام احمد يقول احمد امام في العلم، امام في الحديث، امام في السنه، امام في القران، يقول كذا، امام في الزهد، امام في الورع، حتى عدة أشياء. الإمام الشافعي يثني على تلميذه يطالبه أحمد بن حنبل. طيب، والإمام أحمد بن حنبل يستغفر له في كل سحر. في كل سحر يقول استغفر للإمام الشافعي، لأنه كان للدنيا كالشمس. للدنيا كالشمس. نحن الشمس كيف تحتاجها الدنيا؟ والأرض تحتاجها والعباد وغير العباد. أقصد يعني من المخلوقات يعني من الجمادات وغيرها. ومع ذلك يقول الإمام رحمه الله: ليس الجوع من الاسلام في شيء. الجوع ليس من الاسلام في شيء. بعضهم يجيع نفسه او يجوع نفسه، لماذا؟ يظنه زهد انه لا يفعل. لا، الزهد والورع هذا في امور مشتبهه او امور الزيادات. اما الجوع ان كنت تريد الجوع فصوم، لانه هو العباده، الصوم عباده. اما الجوع فليس بعباده. اما الجوع فليس بعباده. اسال الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله اعلم. من سأل الشيخ يوسف؟ يوسف أنت جالس.